رواق منصة تعليمية إلكترونية تقدم مواد دراسية أكاديمية مجانية باللغة العربية في مختلف التخصصات والمجالات كالتربية والتعليم، الاقتصاد والإدارة، العلوم والتكنولوجيا، الطب، الهندسة، التاريخ، الأديان والمذاهب، الثقافة والفن وغيرها. هذه الصفحة الرئيسية لموقع المنصة. في الأعلى أقصى اليسار نجد زر الدخول، الانضمام وتصفح المواد. شركاء المنصة: مواد رواق، المواد المرتقبة، هنا العناوين، الأساتذة أو المحاضرين، المواد الحالية، الشراكات الأكاديمية. لمن أراد الانضمام كمحاضر أو كشريك أكاديمي أو لإطلاق مبادرة تعليمية حكومية أو خاصة. منصة رواق تقدم محاضرات مرئية، تمارين تفاعلية، شهادات إكمال، وهي أيضاً مجتمع تفاعلي. طلاب رواق أو الفئة المستهدفة: الطالب الجامعي، الموظف الراغب في اكتساب مهارات جديدة، الباحث عن العمل، الباحث عن المعرفة. في الصفحة الرئيسية نجد كلمات عن رواق في الصحافة. أما في نهاية هذه الصفحة نجد أن هذه المنصة موجودة كتطبيقات على الأجهزة الذكية في جوجل بلاي وآب ستور. تصفح المواد: نجد أن المواد مقسمة إلى الجميع: المواد الحالية، المرتقبة، المؤرشفة. لنأخذ مثالاً: إدارة المتطوعين، التاريخ، مدة الدورة، ما تهدف إليه، تعريف بالمحاضرين، منهج المادة، المحور الأول، المحور الثاني، وهكذا. متطلبات المادة، مخرجات المادة، مراجع وقراءات مقترحة. في الأعلى يتواجد الفيديو التعريفي بالدورة. ماذا نقصد بإدارة المتطوعين؟ هل المتطوعين بالفعل بحاجة إلى إدارة؟ كثير من الأسئلة تردنا من العاملين في المنظمات غير الربحية، العاملين في الجمعيات الأهلية والخيرية، بالإضافة إلى العاملين في المشاريع المجتمعية. لدينا طاقات، لدينا مشاريع نوعية، لكن نحن بحاجة إلى مزيد من المتطوعين لخدمة المجتمع. كيف نستطيع الوصول إلى هؤلاء المتطوعين؟ بعض المنظمات وبعض المشاريع تسأل: يأتون بعض المتطوعين الغير مناسبين للفرصة التطوعية، كيف نستطيع التعامل معهم؟ هل نستطيع الاستفادة من طاقاتهم بوجه أو بآخر؟ بعض الأسئلة والاستفسارات تتكلم عن قضية كيفية التعامل مع المتطوع في حال أخطأ أو في حال تجاوز العمل المناط به. أيضا نقطة مهمة تتعلق بأن المملكة العربية السعودية وضعت ضمن أهدافها واستراتيجياتها في أهداف 2030 زيادة عدد المتطوعين في المملكة للوصول إلى 1,000,000 متطوع. لماذا وضعت وزارة العمل والتنمية هذا الهدف ضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لها؟ وكيف بالفعل سيساهم إدارة المتطوعين في المنظمات غير الربحية في الوصول إلى هذا الهدف واستثمار هذه الطاقات للوصول إلى التنمية؟ هذا كله سنستكشفه من خلال الإبحار في هذه المادة في إدارة المتطوعين في المنظمات غير الربحية. للالتحاق بالمادة أو التسجيل علينا الانضمام إلى رواق.
لمن كان يملك حسابا مسبقا عليه فقط تسجيل الدخول وكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور. أما لإنشاء حساب جديد فعلينا تعبئة البيانات المطلوبة: الاسم، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور. عن رواق: تعريف بالمنصة وما تقدمه من محاضرات مرئية، تمارين تفاعلية، شهادات إكمال، وأنها مجتمع تفاعلي. أيضا الأسئلة الأكثر شيوعا مثال: هل الدراسة في رواق فعلا بالمجان؟ هل تمنحون شهادات على إكمال دراسة المادة في رواق؟ ما هي التخصصات التي تستهدفها رواق؟ كم عدد المواد التي يسمح لي أن ألتحق بها؟ ما علاقتكم بكورسيرا؟ من أنتم ومن يدعمكم؟ مدونة رواق. هنا رواق بالأرقام. مثلا المحاضرين من السعودية، من مصر، فلسطين، الأردن، وعددهم 4، وسوريا 3، وهكذا. وهذه المدونة. برنامج سفراء رواق، وهو برنامج تطوعي للطلاب للقيام بدور سفير للمنصة في الجامعات والكليات والمعاهد العلمية العربية. هنا متطلبات الانضمام لهذا البرنامج وفوائد الانضمام إليه، أيضا خطوات الالتحاق بالبرنامج ومدته. المساعدة: هنا للأسئلة والتواصل مع المنصة. الانضمام كشريك، الانضمام كمحاضر، على المحاضر اختيار اسم المادة وتعريف مختصر بها، المنهج ومخرجاتها، أيضا المتطلبات، المراجع والقراءات المقترحة، أيضا بيانات المحاضر الخاصة به، الاسم والبلد والصورة، الشراكات الأكاديمية وهي لإطلاق مبادرات تعليمية من جهات حكومية أو خاصة. هنا حسابات المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي: على تويتر، فيسبوك، يوتيوب، وإنستغرام.
كان هذا تعريف مبسط حول أحد المنصات العربية للتعليم المفتوح. تمنياتي لكم بتجربة تعليمية مفيدة.